بتهدد ازاي معاهده السلام هنا؟ نعم. ايه الخطر؟ الخطر يعني لانه كلام الاسرائيليين طرحوه، الامريكان طرحوه، كله الغرب طرحه، وطرحوه مش من النهارده، من ايام ترامب، وحتى من سنه 71 الخارجيه البريطانيه كشفت من كام يوم على الافكار بتاعتهم، شيمون بيريز لما كانوا بيتكلموا على ده. اما هو بيورا ايلاند وكده. لكن حضرتك الكلمه اللي انا قلتها لحضرتك في البدايه، انا كمواطن، انا بقول لحضرتك الكلمه اللي في البدايه، طول ما في احتلال في مقاومه. لو النهارده هجرنا الفلسطينيين دول وفضل قطاع غزه تحت الاحتلال، والفلسطينيين دول انا طردتهم من ووديتهم سيناء، ونفترض ان مصر قبلت، طبعا مش هيحصل يعني، لكن نفترض ان مصر قبلت، هيبقى في مقاومه من سيناء. معاهده السلام يا استاذ احمد، البند الثالث منها او الرابع بيقول ان كل دوله ستمنع صدور اي اعمال عدائيه من اراضيها ضد الدوله الاخرى. ورئيس السيسي اثار لدي قال ان هو يجي واحد من عند انا يضرب صاروخ، يضرب صاروخ والرد يرد، فاحنا الرد هيبقى على مصر. ده اتنين. وبعدين ثلاثة، وهو الاهم بقى، هو انه ده هيدي اشاره لكل الدول اللي حوالينا، منهم الاردن مثلا على سبيل المثال. يعني مصر الحمد لله دوله كبيره، وسيناء جزء صغير منها، لكن انا مش بقلل من اهميتها، بس بقصد مثلا دوله زي الاردن لو تم ترحيل مماثل لها، الدولة الأردنية تبقى مهددة، دولة كيان الدولة الأردنية يتهدد. فده لا يمكن لا احنا نسمح بيه. وأظن أعتقد الرسالة اللي احنا بعتناها كانت واضحة جدا، حتى بلينكن قال مش مصر بس، أنا سألت كل الأطراف في المنطقة وكلهم أجمعوا إنه ده مش لازم يحصل. فده احنا مش هي دي اللي احنا انتهى تقريبا. احنا اللي حضرتك بتسألني إيه الفكرة، أنا أساس الفكرة اللي أنا بطرحها إنه قطاع غزة ده ما يسمى دلوقتي اللي سموه غلاف غزة، اللي هو صحراء النقب، يعني هو محاط بصحراء النقب من كل النواحي. يعني غزة 365 كيلو، صحراء النقب 14,000 كيلو. صحراء النقب معظمها مهجور، ما فيهاش غير تقريبا 300,000. غزة فيها 2.2 مليون. انا النهاردة في كل التسويات اللي طرحت كانت دايما اسرائيل تقول انا هاخد 10% من الضفه الغربيه، زي ما قال الدكتور عبد المنعم، هي 6000 كيلو، ال 10% يعني 600 كيلو، اللي هي الشريط الحدودي اللي على الخط الاخضر اللي عملت فيه مستوطنات كثيفه جدا فمش هتقدر تشيلها، وجورج بوش الابن وافق لهم على ذلك. فبقى في كلمه جديده اسمها تبادل الاراضي، لاند سواب، وقالوا انه يبقى مناظر وانه يجي منين؟ يجي من النقب. معانا خريطه ممكن نبص عليها؟ يعني بص عليها الخريطه، هتوضح لها. الثالثه؟ لا الثانيه الاولانيه دي بتاعت الجيش الاسرائيلي. ايوه هي ديت. شو لو بصينا حوالين قطاع غزه هنبص نلاقي اسرائيل عندها على الخريطه ديت حوالي اربع معابر هي قافلاها. هي قافلاها دلوقتي، بتستخدمها بس لدخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة. نفس هذه المعابر ممكن جدا تفتح لكي طواعية واختيارا، مش قصرا، طواعية واختيارا يخرج منها الفلسطينيين اللي عاوزين انهم يبعدوا عن المعارك او يبعدوا عن وبقى المدن اللي عاوزة تتبني لهم في ارض فلسطين التاريخية. النقب ده هي ارض فلسطين التاريخية. شكرا. وده يبقى التمهيد التمهيد لحدود، بداية رسم حدود الدولة. ولما يوسع عرض، انا بقول ايه، انا بقول غزة 41 كيلو طول على الساحل. شوف الخريطة التانية يمكن اللي حضرتك موضح عليها، اللي هي التالتة اخر واحد. التالتة ايوة بالظبط. الطول على الساحل نعم 41 كيلو. حضرتك هنا بتقترح يا سعد سفير؟ انا بقترح توسيع نطاق قطاع غزة باللي متعلم بالاحمر ده بس. طبعا دي خريطه كروكيه مرسومه بايدي، انا اللي رسمها يعني. ده يتوسع بايه؟ اني امد حدود قطاع غزه 10 كيلو شمال وشرق
وشرق ما بين 30 و40 كيلو لان هي عرض غزه اعرض حته هي بتاعتنا اللي ناحيتنا احنا ناحيه رفح اللي هي ناحيه رفح 14 كيلو لغايه كرم ابو سالم اللي هو احنا بندخل منه الشاحنات اللي بتتفتش من الاسرائيليين في الظروف العاديه مش في ظروف الحرب يعني. فكرم ابو سالم ده عندك شمال 10 كيلو جوه بقى فوق هتلاقيها ضيقه حضرتك شايف ده يعني يمكن 8 كيلو بس اللي هي ده. احنا عاوزين العرض كله يبقى 50 فاحنا بنتكلم 50 في 20 50 طول في 20 يعني 1000 كيلو متر مربع 1000 كيلو يبقى احنا اخدنا اضافي 600 كيلو تقريبا 600 كيلو اللي هم بالظبط الاسرائيليين عاوزين ياخدوهم وهقول لحضرتك بقى حاجه يعني فهنا اخدهم في ارض فلسطين التاريخيه ولا واللي اسرائيل بتقول انها عايزه تبادل بيها بس هي طبعا مش عايزه تبادل بالحته دي عايزين عندنا هي عايزه تبادل بالظبط عندنا هو المشروع اللي حضرتك بتقوله ده جيورا ايلاند ده هو كان بيقول ايه؟ كان بيقول 600 كيلو برضه بس 600 كيلو بقى لمصر مقابل سيناء وتبقى ناحيه الاردن يعني علشان بتقترح انه السيد الرئيس من اسبوع 10 ايام قال ما يروح النقب وهو الرئيس قال كده هو قال كده فعلا بيقصد اللي حضرتك بتقوله ده هو قال كده قال لو حاجه انسانيه لو انت بتطلب انك تخرجهم لسبب انساني انهم يخرجوا طواعيه يا استاذ احمد مش قسرا التهجير القسري ده جريمه حرب ده جريمه حرب لكن لو حد واحد عاوز يخرج طواعيه وهو يخرج ويتعمل له المدن بقى المدن الخيام اللي بيقولوا عليها والمش عارف ستيت اوف ذا ارت وكده طب قبل ما اروح الدكتور عبد المنعم طب هنا انا الضفه انا مش عايز اعمل فص ما بين الضفه وغزه الله ينور عليك الله ينور عليك لان هم انا لما مصلحتهم اقسم اعمل فص بالظبط انا مش عايز الفص انا وفي نفس الوقت مش عايز اعمل ربط ترفضوا اسرائيل فاسرائيل موافقه على فكره نفق يربط ما بين غزه وما بين الضفه الغربيه انا لما وسعت عرض قطاع غزه خليته 20 شوف حضرتك النقط السوداء النقط السوداء دي اللي انا هي دي اللي انا بقترحها انها تكون النفق هتبقى ربطت قطاع غزه الموسع بالضفة الغربيه وفي نفس الوقت ما قطعتش اسرائيل لان هو اسرائيل يقول لك انا ما تقطعش انت هتبني دوله ممتده فلسطينيه وتقطع عندي انا الغرض الثالث بقى يا استاذ احمد هو ان الغلاف ده المنطقه اللي ما بين الاحمر وما بين غزه الحاليه هي دي اللي تبقى المنطقه العازله هي دي اللي اسرائيل عايزه منطقه عازله في الاول لغايه الفتره الانتقاليه لغايه ما يبقى فيه حضرتك يعني عاوزك كده تتوسم التجربه المصريه احنا تنفيذ اتفاق السلام خد 5 سنين بتاعنا من انسحابات مرحليه وخد 40 سنة علشان إسرائيل توافق على تعديل ترتيبات العسكرية اللي في سيناء 40 سنة من الثقة من سنتين بالظبط كده بالظبط 40 سنة 40 سنة فإذا هي ده نفس الحكاية أنا لو عملت غلاف غزة ده عملته منطقة عزلة ما يخشوش غير مدنيين ما فيهوش سلاح وقوة حفظ سلام تضمن هذا دولية قوة حفظ سلام دولية والأمم المتحدة أنا ما عنديش بقى المشكلة اللي كانت عندي أنا مصر زمان كان الاتحاد السوفيتي معترض على الاتفاق السلام بتاعنا النهاردة روسيا والصين هم أول المرحبين بأن يتعمل اتفاق طيب دكتور عبد المنعم